فينكم الأحرار؟ تحية نضالية للجميع، وتحية لجميع الأحرار. تحية لجميع الأحرار، مرحبا بكم في هذا المباشر. تحية. المهم، أهلا خويا العربي، تحية. السلام عليكم سمير قاسم، خويا محمد تاج، آدم هشام، تحياتي أخويا. المهم، غنهضر في حد ستة النقاط اللي مهمين، واللي هما اللي كاينين دابا الآن. الاعتقال ديال المكافح والمخابرات الكلبوية كتكلم بالاسم ديالو، وغنتكلم على المظاهرة اللي غتكون غدا إن شاء الله في دورتموند، وغنتكلم على الصراع اللي خداه مرتضى بعد ما قتلوا لي الأب ديالو بالفقصة وتلفيق التهم. انا بغيت نعرف غير واحد الحاجة وحدة، ان الدولة كتحاسب هذوك الناس على اساس انهم خرجوا كيديروا مظاهرات. هنا كنحط واحد الكفة هنا وواحد الكفة هنا. الكفة الاولى ديال ان الدولة كتحاسب الناس كيديروا مظاهرات من اجل الحقوق ديالهم، والكفة الثانية كنلقاو ان الفاسدين هم اللي كيحاكموا هذوك الناس اللي كيخرجوا كيطالبوا بالحقوق ديالهم. يعني احنا امام واحد الحرب ما بين الحق والباطل، وهنا خاص الانسان يشد المقعد ديالو، يا انت مع الحق يا انت مع الباطل. احنا حرب مع النظام، النظام فاسد، النظام فاسد، جميع المؤشرات كتبت ان النظام فاسد اعلاميا واخلاقيا وسياسيا، كل شيء. ودابا الان راه كيحاولوا يضغطوا على العائلات، خصكم تعرفوا هذه النقطه هذه، كيحاولوا يضغطوا على العائلات ديال المعتقلين باش يطلبوا العفو. علاش؟ باش النظام المخزني باش يخرج اعلاميا يسوق انه راه دار العفو، وانه راه غتكون هناك اصلاحات وتكون هناك فهمتي، باش يحفظ هذاك شوية الوجه اللي بقى عنده في دوليا وحقوقيا. ولكن انقلب السحر على الساحر، وخا دير كاع وخا مساكن كاع يرضاو بالضغوطات ويطلبوا العفو ديالك المفترس، كن على يقين ان الحرب بيننا وبينك ما غتسالي حتى تسقط، لان الحرب بيننا وبينك حرب اخلاق وحرب مبادئ وحرب ديال الحقوق ديالنا. حنا ما كنطلبوكش باش تصدق علينا ولا تعطينا قفة في كل رمضان، حنا كنطلبو بالحقوق ديالنا كمغاربة، كنطلبو بالحقوق ديالنا في التعليم، في الصحة، كنطلبو بالحقوق ديالنا في التقاضي، يكون عندنا الحق. إذا كنت أنا ظالم ناخد نتحاكم، إذا كنت مظلوم ناخد حقي، ماشي هذاك باه فلان وهذيك مو فلانة وهذيك فرتلان يديروا ما بغاو، يفسدوا في البلاد، يستافدوا من الريع، يسرقوا الثروة، ما كاين حتى شي مشكل. ومواطن لما يتكلم على الحق ديالو تلفق ليه التهم. مرتضى علاش متابعينه بإشادة في الإرهاب؟ ومرتضى كاتب في باقر التدوينة ديالو باقي الآن كيداو له النشطاء أنه هو بالعكس كيندد بالمقتل ديال السفير الروسي، وهو أنه ضد أي قتل تحت أي مسمى وتحت أي نية. يعني كيفاش أنت واحد الإنسان عنده واحد الفكر بهذا الشكل هذا كدير لي الإشادة بالإرهاب؟ أنتم ما بغيتوا تنتقموا من عنده الإشادة بالإرهاب؟ حتى ناض كيدير مظاهرة، عاش درتوا لي الإشادة بالإرهاب الأولى، الأولى محمد السادس، ولما مات الأب ديالو خفتوا من الضغوطات، خفتوا تشعل عاوتاني، قلتوا راه نطلقوه. هذا دليل على أن الناس اللي كيحكموا في هذيك البلاد ماشي هو ماشي، ما عندناش دولة المؤسسات، عندنا دولة ديال العصابات اللي خافوا ان بنادم غير صافي غينفجر عليهم في هذيك اللحظه. لانك انت فاش قتلت، فاش لفقتوا لي التهم، الاب ديالو مسكين دخل في غيبوبه. ما الاب صافي، انا ولدي دير لي هكاك، راه عندي شي طياره نبقى نتيري فيك، والله ما نعقل عليك بالله. تلفق لي تهمه صاحبي، تلفق لي الاشاده بالارهاب، وديجا تحكم واحد 3 سنوات، حتى هو نفس المشكل الارهاب. وهاد الناس كلهم مالهم؟ كانوا خرجوا كيطالبوا بمستشفى. اقسم لكم بالله قداش غندير لدين امكم الفضيحه، وانا لما غنقول لكم غندير لكم الفضيحه غنديرها بالصوره وبالصوت وبالدلائل، وانا ما غنفضح لا وزير لا رئيس المخابرات لا والو، غنفضح الراس الكبير محمد السادس، وغنجيب لكم غدا الارقام والصور والاثباتات، ونجيبوه هو شنو كيدير، وغندير لكم واحد الفيلم عليه تما في المظاهره ان شاء الله. غنستف الناس وغندوز ولدي الصغير وغيبقى يبوسوا لي ايدو، غنقول لهم شوفوا العبودية اللي كنعيشوا في هذيك البلاد، شوفوا الظلم اللي كنعيشوا في هذيك البلاد. واش واحد كيستافد من 80% ديال الاقتصاد ديال البلاد، وكيزيد من الفوق ياخذ من الثروة ديالنا من الضرائب ديالنا،
700 مليون ديال السنتيم في النار، وكيزيد من فوق هذا الشيء كيعتقل الشباب ويختطف المناضلين الأحرار. واش نتوما كتستوعبوا هذا الكلام اللي كنقوله؟ ما كتستوعبوش يعني واحد المفترس كيفترس الثروة ديالك وكيختطف الناس اللي كيطالبوا بالحقوق، والكلاب ديالو الكلاب كيزيد يرشهم بشوية باش يبقاو ديما تحت السيطرة ديالو، والشعب مسكين كيتطحن. هذيك الدولة هذيك راه الناس قال لك راه حسبوا الميزانية ديالها، راه خاص المواطن ديالها يعيش أحسن من المواطن السويدي والألماني، خاصو يعيش حسن ماشي بحاله حسن. خاصك تعيش في البزخ في هذيك البلاد، خاص الفقير فيكم تكون عنده حد فيلا في هذيك البلاد، الفقير فيكم على حساب المعطي الثروة اللي كاينة تما في البلاد. مكافح علاش؟ كيفاش تعتقلوه مكافح؟ راه كلاب من الكلاب ديالهم دخلوا بصفة ديال، وبلا ما نسمي لان باقي ما تاكدناش، لان اللي كنعتبره انه طيحوا في الفخ هو صحافي، ولكن باقي ما متاكدناش من هذه المعلومه هذه، وكاين اللي غيجيب لنا التاكيد ديال هذه المعلومه هذه، لان مكافح معتقل الان، مكافح مختطف الان، مختطفينه المخابرات الكلبويه وكيتكلموا بالاسم ديالو دابا وكينشروا اي حاجه بالاسم ديالو. المهم الريف البرافو ديالكم رجال، لا نساء ولا أطفال ولا شباب ولا شيوخ، ما شاء الله عليكم. يا ريت لو كانوا الشعب المغربي كيف الريف، هادوك اللي كتقولوا عليهم الأوباشة العياشة، يا ريت تكون عندكم غير قطرة من الرجولة ديالهم والنخوة ديالهم. شدوا المخزن مروا مو في الأرض، حكوا لي نيفو في الأرض، ياك اعتقل اختطف دار الإرهاب شنو قدا؟ ما قدا والو وما غيقدي والو، وحنا غنبقاو مع مو هنا نفضحو مو هنايا دوليا، نبقاو نفضحوا في جميع الدول الاوروبيه، كاينين مظاهرات وكاين احتجاجات، ويسحب لكم المظاهرات ديال هنا هي المظاهرات ديال المغرب، المظاهرات ديال هنا كيحضروا فيها الصحفيين وكيوثقوا وكيسجلوا معلومات وكيفضحوا. راه حاليا تفضح ان هوبال عنده 7 المليار و800 مليون 800 مليون اورو، عرفتي شنو هي 7 المليار و800 مليون اورو حاطه غير في البنك ديال بريطانيا؟ وشوفوا الثروه ديالكم فين كاينه، كلها مهربه على برا، يعني كون كان مخليها في الداخل بعدا كيستافدوا منها ويروجوا بها ويديروا مشاريع ماشي مشكل، كلها شاده وخرجها على برا. واش هذا هو حامي البلاد؟ هذا اكبر انفصالي هو اللي كيحكم فيكم، اكبر انفصالي هو اللي كيحكم فيكم، اكبر انفصاليين هي ديك الزمره الحاكمه. واش الثروه ديال البلاد، الخير ديال البلاد، ديال الشعب المغربي كتشدوه نتوما كتخرجوه على برا؟ اجي لهنا، اجي لهنا الالماني يقول لهم واش يخرجوا شي درهم على برا، الله يموتي يعلقوه من المواطن هو الاول، المواطن هو رقم واحد هنايا، ما كاينش كاين شي واحد فوق المواطن هنايا، وما كاينش شي مقدس هنايا كاع، لا في اوروبا كله في العالم كله كاع، باقي عندكم انتم واحد كتسجدوا لي 6 ركعات وكتنقزوا بحال الكلاب. ويا ريت كون كانت غير شي حاجه، يا ريت كون كانت شي نتيجه، ها بنادم العبوديه والركيع والبوسان ديال اليدين والكتاف وبعلوك صغير تبوسو ليه في يديه، واش هاد الدل هذا؟ واش هاد العبوديه؟ واش هاد الميكروب اللي حنا عايشين فيه؟ امتى غنخرجوا من هاد المرض هذا؟ بغينا حتى حنا والله الا كرهتونا في حياتنا بالله. كتسمع مغربي كيقول لك كتبوس لي يده، ولا كيقول لك العاهرات ولا المخدرات، هاد الثلاثه باش معروف المغربي في العالم كله. وسمحوا لي راه انا مغربي كندوي، راه ماشي شي جابوني، راه كتضربني الغيره على بلادي اكثر من اللي انت كتجي تسب وتقول لي لا سير ديها في راسك. انا راه كندوي من الواقع اللي انت كتعيش فيه وراضي فيه وانا ما راضيش به. في العالم كله نتحدى اي واحد، شي عند اي واحد قول لي باش معروف المغرب، هيقول لك العبوديه، العاهرات، المخدرات، هذا الشيء باش معروفين احنا في العالم كله، ما معروفينش بشي حاجه اخرى. على ايش بداو يدخلوا؟ دابا راه محيت لك المره الجايه نبلوكيك، احترم راسك باش نحترمك. المهم اللي بغيت نقول لكم ان المعركه ديال الاحرار ديال الريف راه ما عمرها غتسالي الا ما بغاش النظام ينزل الملف المطلبي كيف بغاو هما الناس ديال الريف، ماشي حنا، حنا غير متضامنين معاهم وما غنركبوش على القضيه ديالهم، حنا غنضامنوا معاهم حتى ياخذوا الحقوق ديالهم. سالينا، هذه اول حاجه، ينزلوا الملف المطلبي
ويطلقوا سراح المختطفين ويعطيوهم تعويض وجبر الضرر على هذاك الشيء اللي داروا ليهم، ومعاقبة هذوك الناس اللي تسبوا في الأدية ديالهم في القمع ديالهم. وديك الساعة ممكن نفكروا واش يرجعوا للور ولا يبقاو يتظاهروا على حقوق أخرى، لأن صافي كما وصلت للعظم بقى عندنا فين نرجعوا. ولا مشات ترجع شي واحد، عرفوا أن المخزن والله حتى غيطحنكم، أقسم لكم بجلال الله حتى يطحنكم. شي المخزن هو كيطحنكم، ولكن دابا راه زاد حقد عليكم اكثر. يعني راه خاصكم تعرفوا ان دابا حاليا الصوره ديال المخزن في العالم ولات خبت صافي، ولات قريبه توصل الصوره ديال بشار الاسد، لان الخبث باش كيتعامل النظام المخزني مع مظاهره احتجاجات سلميه هو تعامل ارهابي. يعني لما تجي انت واحد كيخرج كيحتج كيقول لك سيدي انا بغيت مستشفى، اي كاتبها مستشفى، لا انت كتخلي المستشفى وكتخلي التظاهر السلميه كتقمعه وكتخرج للاعلام كتقول لهم راه هذاك انفصالي، انا نعطيك الانفصاليين، بغيتي الانفصاليين انا نوريهم لك ونعطيك الاسماء ديالو ونعطيك فين كيكونوا. راه هو انفصالي كان كيغوت في العيون والقوات ديال القمع واقفين كيتفرجوا فيه، ما قدرش يقيسه حيت لقاس والله يمو تتشعل، بالله والله يمو تتشعل، هذاك هو الانفصال وما قدرتوش عليه وما قدرتوش تمسوه. لقيتوا الناس ديال الريف رجال وما بغاوش يخرجوا معاكم للعيب ديال بصح، وما بغاوش يتموا ولادكم، والله يتموكم بالله وديال المخزن، والله يتموكم، والله يخلي ولادكم يتامى بالله، ولكن هما ما بغاوش يدخلوا معاكم في هذا النفق هذا، لانهم هما ماشي انفصاليين، لو انهم انفصاليين كانوا خرجوا لكم ديريكت. شنو خايفين منكم؟ كانوا خايفين منكم ما يخرجوش للشارع نهائيا، ما غيطالبوش بهذيك المطالب كلها. المهم تحية الأحرار وتحية لجميع المناضلين اللي غيكونوا إن شاء الله غدا في المظاهرة ديال دورتموند، وكنتمنى يكون كاع الأحرار ديال ألمانيا يحضروا ليها، لأن خاصنا نساندو خوتنا في الريف، وخاصنا حنا نوصلوا الصوت ديال هذوك الناس اللي معتقلين ومختطفين، ونوصلوا لهم كيفاش تختطفوا وعلاش تختطفوا وشنا هي المطالب اللي كيطالبوا. عرفتي لما كتقول شي واحد راه مختطفينهم على انهم كيطالبوا بمستشفى وكيطالبوا برفع العسكرة كيشد في راسه، يعني شحال ديال الفلوس كاع في هذيك الميزانيه كلها كاع اللي غتخسر في هذيك الريف كله، نديروا حنا 10 المليار ديال الدرهم، 10 المليار. عرفتي شحال ديال القوات القمعيه كاينه دابا في الريف؟ نديروا لكل واحد كيخسر غير 10 دراهم في النهار، كتخسر عليه من الميزانيه ديال الدوله، وديروا له الحساب وغتخلعوا غتصدموا باش تعرفوا ان الدوله المخزنيه ما بغاش تعطيكم الحقوق ديالكم، وما كتفكرش انها كتفكر غير تلتف. هي دابا هي الخدمه ديالها دابا النهار كله شنو هي؟ بغات تلتف، الاختطاف ديال الكرطومي، الاختطاف ديال المكافح، الاختطاف ديال النشطاء ديال الريف، هذا كله كيعطينا صوره واحده انهم باغيين يطفيو الحراك وباغيين يزيدوا يقمعوا الشعب ويعفطوا عليه. ولكن ما تنساوش راه ما كاينش غير كرطومي واحد، وما كاينش غير مكافح واحد، وراه ما كاينش غير ناصر الزفزافي واحد، راه ولاو ناصرات الزفزافيات بزاف، المغرب تزفزف صافي، ما بقاش الرجوع للوراء، غير وجدوا راسكم الدقاد ولا خوي البلاد، ومن الاحسن خوي البلاد صافي، انت راك الثروه كاع هربتيها. كيقولوا العياش هادو زعما كاين ما دخلت شي عياش يعني نشدو بيه ستون شويه. تحيه نضاليه امازيغيه مغربيه من البيضاء، تحياتي اخويا، تحيه من كوبنهاغن من الدنمارك، تحياتي اخويا. اخويا راه كل مكان انا تاياشي، مرحبا مرحبا ابو ظبي، مرحبا اخويا، اخويا اللي قلتي تحيه من فرنسا، تحياتي اخويا، تحياتي ام عارف، السلام عليكم ورحمه الله. دابا كاين شي واحد كيحط على التساؤل ان 57 58 84 كانوا قصف وضرب بالطيران، راه دابا المخزن راه ماشي خايف انه يضرب، هو خايف من انه يتورط. كيفاش غيتورط؟ لان دابا اعلاميا
كيضرب كيقمع غير قمعة واحدة، كنصوروها وكنوثقوها وكندفعوها للمنظمات الحقوقية وكنشروها في الصفحات كلهم، يعني كنشوهوه ما كيقدرش. ولكن هو راه كيقلب، راه كيقلب، كيبغي باغي يجر، باغي يجر الريف للعنف، ولكن ما لقاش. وانتم شفتوا كل شيء بعينكم، الناس اللي عايشين في الريف راه كيشوفوا المخزن كيفاش كيتعامل معاهم، يعني كيحاول هو يجبدهم، كيحاول هو يخليهم يديروا العنف، فهمتي؟ والكلاب اللي تما تما بحال الحمير مسيوقين، مضحين بهم وما غاديين مضحين، ما كيعرفش راسو ان راه باغين وهو يديروه طعم باش يصيد هذوك الناس ديال الريف، باش ينوضوا هذوك الناس ديال الريف يصفيوا المو باش هما يمشيو يجيبوا العسكر ويقتلوا في عباد الله ويختطفوا في عباد الله. ولكن راه معمره غتكون لك محمد السادس، حيت انا الخطاب ديالي كله لمحمد السادس، انا ما كنعرف حتى شي واحد، لان انا كنامن بواحد الحاجه، السلطه عند من، السلطه عند من، السلطه ديال الامن والسلطه ديال القضاء والسلطه ديال الجيش والسلطه ديال الدين ديال الدوله كلها في يد الملك. يعني انا راه ما غنوجه كلامي غنوجه لهذاك اللي عنده السلطه، ما غنوجهوش لهذاك الكلب اللي كينبح وكيعض، فهمتي؟ حتى انا ما غنشدش الحق، الا ضربتك بالعصا راه ما غنحاسبش العصا، غنحاسب هذيك اليد اللي هزات العصا وضربتني، واش فهمتي؟ يعني انا راه ما غنحاسبش هذيك العصا، انا حاسب اليد اللي هزات العصا وضربتني. لهذا كنتمنى من الاحرار ديال الريف يكملوا على النضال ديالهم، وراهم ما قربتوا انكم تربحوا في المخزن هذا، صافي المخزن راه فقد 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 جميع، صافي ما خلاتش. هو لو ان عنده غير حلول ترقيعيه كون نزلها، تخيل حلول ترقيعيه ما عندوش، فكيف انك انت تنتظر منه انه يجيب لك حلول جذريه، يعني يعطيك حلول يعني في الواقع، ما عندوش هذه النيه هذه نهائيا. الان هو العمل ديالو الليل وما طال، هو شنو باغي يقلب؟ كيقلب كيفاش يخرج من هذه الورطه ديال الريف بدون خسائر، بدون ما يخسر من لا لا مطالب حقوقيه، ما يطلق مختطفين، كيحاول في اي طريقه باي وجه كان. انتم كتشوفوا الحمله المسعوره اللي كيديروا دابا على اي وقفه ولا اي احتجاجات في المغرب، ولكن هذا الشيء راه كيزيد غير يورطهم هما، ماشي كيزيد يورطنا هنا شحال الساعه. المهم تحيه لجميع الاحرار وتحيه نضاليه، وخاصكم تعرفوا ان المعتقلين راه كيتعرضوا للعذاب لا في الحسيمه لا في عكاشه، على حسب المعلومات اللي كتوصل للاحرار انهم في هذا رمضان هذا كيعريوهم. المعلومه دي راه جايه من عند العائلات ديال المختطفين، كيعريوهم مع 12 وكيعريوهم قبل المغرب، علاش؟ وكيعفطوا لهم على الوجه ديالهم فاش تعتقلوا، ماشي في الحبس، الكلاب ديال المخابرات والكلاب ديال المخزن كيعفطوا لهم على الوجه ديالهم وكيقولوا لهم قولوا عاش الملك. هذه هي الدولة المخزنية. عبدو سير بابا، سير سير الكلية ديال المخابرات، سير بق يلا تصب. الملك هو رأس الفساد، احنا اش كنقولوا دابا؟ الملك هو رأس الفساد، بغاو ولا كرهوا صافي، خاص دابا نحطوا يعني نسميوا الأشياء بالمسميات ديالها، يعني ما غيجيش شي واحد يضحك علينا ولا شي واحد غيركب علينا. الدولة المخزنية اللي كيرأسها محمد السادس، اللي طالق المخابرات ديالو هما اللي كيحكموا، اللي مشاو خدوا لا دي ان ديال الناس اللي بغاو يديروا عمليات إرهابية من بعد ما يطلقوا المختطفين باش يلفقوا لهم التهم، راه كاين موضوع كبير كيتطبخ الناس ديال الريف.